صار هجني ينعمت ان ايدي ينعمت بدي روحه انا ماسك فيه ماسك فيه ماسك فيه ويلي مشان الله يا نصري مشان الله بوس ايدك يا نصري اتركني بسبيلي والله خطية يا نصري كنت تركب سبيله لا يا باطل شو تركب سبيله شو نصري هيك بيعمل لا ما حبيت ابنك منو لك لك تصور شو صار يلي يلي لك لك خود هي في الدهب هي في الدهب بس اتركني ما تركته هذا اللي صار بابزل عليكم ايه كنت تركه اذا فيها في الدهب لك لا شو اتركه قبل هالمرة تركته كذب علي ايه يا باباي وبعدين شو بعدين بعدين ضليت انا وياه متعالقين هيك وهو شو هو عم ترجاني عم يقول لي مشان الله مشان الله يا مصري تركني بس انا ماني عم تركه وشو مفكر حاله هو فضلينا انا وياه عم نتقاتل للفجر للفجر على هالحالة يا لطيف يا ساتر يا رب بس والله يا شباب ابو صياح عنده وقته لكن يا شباب شو مفكرين هاي الشغلة بدها حدا مثل ابو صياح والله والله كان اكلني بلا ملح بس انا قدها لك الله محيي البط اللي حملك ابو صياح افارم عليك شو ست راسي لهلا ما اجا؟ لا والله لسه لهلا ما اجا يا عمى غريبة لسه ست راسي ما هي غريبة كثير اي نعم غريبة مو مشان الصرماية؟ نعم ست راسي مشان الصرماية ايه خلص انت لا تعذب حالك بس يجي ابو خيره ببعث لك الصرماية مع خيره لعندك على البيت لا ست راسي لا شو الحكي اسمعوا لا سمعوا لا لا انا شو عندي شغل بيجي بيجي مرة تانية ست راسي بيجي اه مثل ما بدك هجمولكم أربعة الله أكبر أربعة كل واحد قد الحيط أيوة. وكل واحد مع شبرية أيوة. سحبوا هالشبريات سحبت شبريتي يا لطيف ناولت أول واحد هديك المناولة وهالدم يطلع منه الثاني زدنا من تحت خرطه هديك الخرطة يا ساتر الثاني شاملت له دفيت وناولته الله أكبر الرابع شكت وناولته يا عيني عليك وصار هالدم يا شباب ينفر من صدره النفر مين مسكني شباب؟ وين اللحمة ولا؟ أهلين برجال أبو صياح أبو صياح وقعت شبريتك على الأرض لك العقيدة قاعد عم يستناك وانت قاعد مع الشباب عم تخرط عليهم شراوي خراوي أو شرار يستر على حريماتك لك أنا ما عندي حريمات ولا لين ستر عليهم أي أي ترك يا أبو شرار طول بالك أبو شرار أبو شرار السلام عليكم عليكم السلام الله يعطيكم العافية شلونك يا عبد الله شلونك يوسف الله يعطيكم العافية يلا يلا السلام عليكم وعليكم السلام شلونك عمي ابو طريق وعليكم السلام اهلين يا ابي اهلين الحمد لله عمي الحمد لله شلونك يا ابي الله يرضى عليك يا وضاح وضاح يعني انت ما تهزل لك كتافك شوي وتفرحنا بوضاح قريبة يلا عضت كوساي ان شاء الله بس هالكوساي مصير يعطيني ما هيك عمي وضاح ان شاء الله خير عمي يا بي انا واصل مشوار على الغوطه في شويه حور بدي اروح اشوفه ايه شو علي يا بي الله يسلمك عمي وضاح عمي وضاح شبخ خالي زدي خناق خناق كبيره بالحاره مين ومين تحسين ونصري وابشومان يا رب يا بي دير بالك على الحاصل واجل لي مشوار الغوطه ان شاء الله في الامر يا بي طولوا بالكم يا شباب انا ما بهرب من الفيران لازم كلك تشات فرد مجرم بدكم بعدوا عني هيك احصلتوا انا ابو جدعان قلوا اني بعدوا عني احصلوا انا لك يا خي شو ما كنت شو صاير لك خلص بعد عنه بعد عنه خي بعد هلا برو معكم على الكراكون هات هالسيدة هات تقول لك هات امشي خدامي امشي كل واحد على شغله يا خي شو بكون كل واحد على شغله يلا على الكراكون تحسين مالي فاضي لك هلا اه يا ندل اه اتركوا وضاح اتركوا هذا واحد واطي هاد راحوا على الكراكون مختار اجت الضابطيه واخذتهم خلونا نمشي
اخ يا محمد اخ سلامتك يا ابو رضا سلامتك يسلمك ويكثر خيرك يا رب شو من امتى بلش معك الوجع؟ من نص الليل اجتني صغوني ساحس بدني مثل النار وسارجف البرد وكل الله ابو رضا استفادت ربك رحمه وان شاء الله اجر وعافيه انا رح اروح اجيب لك ابو صفوان وخليه يجي ويحكمك الله يجزيك الخير يا ابو محمد والله يقدرني على مكافاتك يا رب لا يا ابو رضا شو عم تحكي انت نحن اخوه اخ يا ابو محمد اخ لو كان رضا عايش هلا ما كان تركني وحد الله ابو رضا وحد الله الله يرحمه ويحسن اليه لا اله الا الله لا اله الا الله طفل مثل الورده كان هلا صار شم اتنوح رؤول قلبي على ايه امو حسرتي عليك يا ابو رضا ما تتطقي الله وكيلك ما تتطقي بزعل عليك هلا ابنك رضا مات مقتول ليش ما بتعرف يا ابو محمد ما بتعرف لا والله ما بعرف اي بكفي بكفي عمي بكفي الله لك لا 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 هون هون كثير توجع طول بالك بقى اه لا يوقف طول بالك الله يرضى عليك لا تبخ لا تبخ لا تبخ توجعني على البخة يلا عمي الله لا يوقف يلا اطلعوا لنا لبرا اطلعوا لنا لبرا خلي ياخذ نفس كسر ايديك يا ابو شراح ولا خلص عم نقول اطلعوا لبرا خلي ياخذ نفس الله يوقف الله يوقف الله يكسر ايديك بعدوني بدي شوف اطلعوا لبرا كتبت عن وشها مجنون شو رايك وياه؟ طلع يا مو طولي بالك يا اختي شو رايك بسيطة طولي بالك الله يكسر ويا ريال شوفه وينك يا ابو تصري تجي من ابرك وتشوف ابنك شو طلع طيب حمالك قول يا ربي حمالك حمالك طول يا بس مفلت تفضل شيخ تفضل يا حضرة الباشاويش لا في خناقة ولا شيء كنا عم نمزح مزح قل له الحقيقة للباشاويش خليهم يربوه إلا ما حلوة مشان عقيد أبو أدهم ليش أبو أدهم يرضى بهالشي صص أولان أنت شو بيقول كلام غير مفهوم برنجي صباي هذا كلام غير مفهوم حضرة الباشاويش عم بيقول أنه فيش مشكلات كله تمام دخيلكم يا الحارة دخيلكم يا ساكن الكركون دخيلكم دخيلك يا باشاويش شوف شو عملوا لي يا اليتيم شوف 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 اخرك غلط اخرك خلي حرمه يقرب قلبوا لي يا حرمه قلبوا لي قلبوا لي حاضر يلا تعا يا امي وينك يا امي مو شايف تعا تعا امي تعا اوف 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 امان يا ربي امان انت بيقول ما في خناقات ها هذا فرض في موت هاد في موت لا بعيد الشر يوم ما عندي غيره سلامة قلبه مين ضربك فرض كل هذا ضربات ها منو هذا فرض الشك نصرة اللحمة اي اسم الله عليك يا ولدي اسم الله عليك يا خربان وين وين نحن ابو شرار الله الله لا يوفقك ابو شرار الله لا يوفقك يا ابو شرار ابو شرار انت شو بيقول فرض ما عم يقول شيء سيدي ما عم يقول شيء ضبع هيك بطحته أمان يا ربي أمان هذا فرض لازم حبس مختار أفندم أمان يا ربي أمان هذا خنجر ممنوعات لازم مصادرات وليش بقى كل الناس مع خناجر أب شومان خليك على نصتك أنت بتؤمن مختار مثل ما بدك إيه حضرة الباشاويش هذا الخنجر خليه عنكم حلال عليكم بس هذا القبضاي بدك تترك لي اياه لاني عاوزه السلام عليكم وعليكم السلام كيفك يا باشاويش؟ اعرف وزارنا اكيد اعرف وزارنا تحسين عمل فيك هيك؟ ايه نصرة اللحمة لعقيد ابو ادهم ايه على السريع ايه بعت لي حمى الولد طقع له ضيعي حصرتي شوف شوف ابو ادهم ابن عمك شو عمل لي بهاليتيم شوف خلص حضرة الباشاويش انت اترك لي الموضوع وانا بحله بمعرفتي بس هذا غلط تحسين لازم تأديب لازم عقوبات لازم حبس زيدي بس تمسكهم صار رقبته وهذا فرض مختار أفندم باشاويش هذا ابننا وأنا متكفل فيه تشيوكو زار أكيد تشيوكو زار
بكرة بس تفضى مر لعندي على الحاصل، عاوزك شوي. معلوم أفندي معلوم، حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. أوه شباش شباش، بركات وسيد. كتري هالسكبة شوية بديعة مشان تكفيني أنا وبريضة. ليش أنت ما رح تغدى معنا ابن عمي؟ لا رح تغدى مع بريضة. خطي الزلمة وحداني وما عم يقبل ياكل لحاله، بلكي إذا باكل معه بيقبل ياكله لقمتين. يا أبي ليش ما بتغدى هو ومرته وولاده؟ يا أبي أبو رضا عايش لحاله، ما عنده حرمة وولاد. يا حرام يا حرام. تفضل ابن عمي. يعيش وديات. يلا بدكم شي؟ سلامتك يا أبي. بخاطركم. الله معك. ديبو مغور مختار. الله يرضى عليك، بتبلغ لي كل عضوات الحارة يجوا لعندي بعد صلاة العصر. بتفهم أبو شومان يجي لعندي هو والولاد اللي شافوا الخناقة. ايه أمرك. ديبو مغور مختار، بلغ كباريت الحارة إنه بعد صلاة العشاء بنروح نبارك لأبو عبدو بمشيخة الكار، والعضوات أنا ببلغهم بالاجتماع. يلا. حاضر. ايه يا جماعة شو رأيكم بهالقصة؟ شو شيخ نزير؟ والله يا جماعة الله سبحانه وتعالى ونعم الله وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بارك عليه أمر بنصرة الضعيف والمظلوم، وعلى كافة الأحوال الصلح سيد الأحكام. يستمتم الله شيخنا، يعني أبو شومان عمل اللي لازم ينعمل، الزلمة كان رح يموت بين إيديه. بعدين لا تنسوا هذا ابن عمه وابن حماه، يعني شو بكون يا يتركوا يعني؟ لك شو يتركوا؟ حتى لو كان غريب ابو شومان بخلصه بدافع عنه. لكان والله يا عمي حكيك مزبوط. يعني لا تواخذني يا اخي ابو ايهام، لا تزعل من كلامنا، ابن عمك هو الغلطان. نصري يا جماعه نحن مربينه وبهمنا امره اكثر من تحسين، واللي بيأذيه بيأذينا. وانت يا ابو عبدو اذا مفكر اني زعلان من كلامك على هالواطي بتكون غلطان. يعني بلا منودية اذا ابو ادهم وشاهر بيعطوه حقه لتحسين ويجوزوه شي بنت حلال بجوز يركز. حق شو اخي ابو زهدي؟ حقه بالطاحونة والخام. شي اسمعوا السماع يا جماعة، انا نطاحونة عم تحكي يا ابو زهدي؟ تحسين ما له عنا حق بنوب بنوب بنوب، حتى البيت اللي قاعد فيه هو وامه هلا ما له حق فيه، كلكم تعرفوه هذا بيتنا. ومشان جوازته حاولت معه أكثر من مرة وما رضي. قال شوه البنت اللي بده يتجوزها لازم يعرفها، لازم يقعد هو وياها ويكروت هو وياها ويحبها وتحبه. أعوذ بالله على الحكي. عجبك شيخنا؟ هاي فنجات أمه، هي علمته. طيب مدام ما له حق عندكم، ليش بيضل قاعد بالقهوة وبيحكي وبيقول إنكم أكلي له حقه؟ إيه لا لا لا، إذا هيك وما قاعد عم بكروت بهالقصة لازم كل الناس تعرف حكايته وحكاية عمي حمدي الله يرحمه من أولها لآخرها. أنت ما بتستحي على حالك ولا؟ زلمة الله يكون بالعون ويتيم تقوم تضربه قدام كل أهل الحارة؟ هو صار يتنطط قدامي مثل السعدان، بعدين أنا ضربته كرمالك علي. شو؟ كرمالي؟ أنا قلت لك ضربه؟ لكن مو كتر خير أبو شومان اللي خلصه من بين إيديك وجاي تتهجم عليه كمان؟ ما بتعرف انه ابو شومان ابن عمه لمصري، واذا جد الجد ما بيسأل عن عشره مثل حكايتك؟ ما طلع له عبيد، وحياه عيونك ما طلع له. سد بوزك. ما طلع له قال زلمه عامل قيمه النا لعائلتنا لعائله عياش، هلا نتخلى عنك بياكلك اكل. اسمع بتروح هلا لعند المختار بتعتذر منه وتطلب منه يسامحك وبوشك على الجامع اللي عند الشيخ نزير. بدك يعني اعتذر من المختار؟ ايه وبتبوس ايده كمان. فشر، انا ما بعتذر من حدا. لك قليل ادب ولا شايفه هذا اللي عم تقول عنه فشر؟ لك لولا لك كنت هلا بالكراكون وين الجنب اللي عم يجعك. هذا مفضل عليك وعلى كل اهل حارتك، دفع من جيبته للظابطيه مشان ما يمسكوك. نلع